المغنيسيوم. ما هو المغنيسيوم؟ المغنيسيوم رابع أكثر المعادن وفرة في جسم الإنسان، وهو معدن مهم لبنية العظام وقوتها في الجسم. كما من الممكن أن يحتاج الأشخاص أحياناً مكملات المغنيسيوم في حال كانت نسب المغنيسيوم في الجسم منخفضة جداً. إن المغنيسيوم معدن مهم للعديد من وظائف الجسم، لذا فإن إدخال الأطعمة الغنية به في الوجبات الغذائية أمر مهم للتأكد من الحصول على الكميات الكافية. الجرعة اليومية من المغنيسيوم. ويحتاج الإنسان لتناول كمية يومية تقدر بحوالي 400 إلى 420 ملغرام للرجال، و 310 إلى 320 ملغرام للنساء، مع احتياج النساء الحوامل لمستويات أعلى من ذلك بقليل. يحصل الكثيرون على ما يكفي من المغنيسيوم من خلال الوجبات الغذائية عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم. ولكن بعض الحالات الصحية يمكن أن تسبب سوء امتصاص العناصر الغذائية، مما يعني أن مكملات المغنيسيوم ربما تكون ضرورية للبعض. مصادر المغنيسيوم. عادة ما تكون الأطعمة الغنية بالألياف تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، ومن هذه الأطعمة المكسرات. تعتبر المكسرات مصدراً كبيراً للمغنيسيوم، حيث تحتوي معظم المكسرات على نسبة عالية من المعادن، مثل الكاشو، اللوز، الفستق. البذور. تحتوي البذور على كميات جيدة من المغنيسيوم، وتعد البذور وجبة خفيفة رائعة، حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية والفيتامينات والمعادن لدعم وظائف الجسم الصحية. يمكن تناولها نيئة أو محمصة، ويجب تجنب البذور المحمصة والمملحة لتجنب استهلاك أكثر من الكمية الموصى بها من الصوديوم. يمكن إضافتها على السلطات أو صنع البودن، مثل بذور السمسم، بذور شيا، وبذور دوار الشمس. الخضروات الورقية. تعتبر الخضروات الورقية مكوناً رائعاً للعديد من الوجبات. تحتوي الخضروات الورقية الداكنة على نسبة أعلى من المغنيسيوم، ثم الخضروات الفاتحة، مثل الخس، السبانخ، أوراق البنجر، الكالي، السلق. يحتوي كل كوب من السبانخ على 157 ملغرام من المغنيسيوم، أي ما يعادل 39% من الحصة الموصى بها يومياً. البقوليات. تشتهر البقوليات بأنها مصدر رائع للبروتين النباتي والفيتامينات والمعادن الأخرى، وتعتبر البقوليات غنية بالمغنيسيوم بشكل خاص، مثل العدس، الفاصولياء، البازيلاء. يحتوي كوب واحد من الفاصوليا السوداء على ما يقارب 120 ملغرام من المغنيسيوم، أي ما نسبته 30% من حاجتك اليومية من المغنيسيوم. الحبوب الكاملة. تتميز الحبوب الكاملة بأنها مصدر للعديد من العناصر الغذائية الهامة، خاصة المغنيسيوم، بالإضافة إلى عناصر غذائية هامة أخرى، مثل مجموعة فيتامينات باء، السيلينيوم، المنغنيز، الألياف. مثل المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة أو الأرز أو الخبز. كما ينصح باستبدال الخبز الأبيض بالخبز المحمص من الحبوب الكاملة. يحتوي خبز الحبوب الكاملة 76.6 ملغرام لكل 100 غرام. الأسماك الزيتية. تعتبر الأسماك الزيتية مصدراً رائعاً للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بالإضافة أنها غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل المغنيسيوم. ينصح بتناول حصتين من الأسماك الزيتية أسبوعياً على الأقل. السلمون 95 ملغرام لكل 100 غرام، الرنجة 46 ملغرام لكل 100 غرام، السردين 39 ملغرام لكل 100 غرام. الشوكولاتة الداكنة. تعتبر الشوكولاتة الداكنة صحية ولذيذة وغنية بالمغنيسيوم، إذ تحتوي الحصة الواحدة من الشوكولاتة الداكنة 28 غرام
على ما يقارب 64 ملغرام من المغنيسيوم، أي ما يعادل 16% من حاجتك اليومية منه. كلما كان لون الشوكولاتة الداكنة أغمق كلما كانت غنية بالمغنيسيوم، وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسب عالية كذلك من الحديد، النحاس، البريبيوتيك الضرورية لتغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء. الأفوكادو. تحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من المغنيسيوم، إذ أن كل نصف حبة من الأفوكادو تحتوي على ما يقارب 58 ملغرام من المغنيسيوم، أي ما نسبته 15% من حاجتك اليومية من المغنيسيوم. كما أن الأفوكادو تحتوي على نسبة عالية جدا من البوتاسيوم كذلك، والعديد من العناصر الغذائية الهامة الأخرى مثل فيتامينات ب وفيتامين ك. الموز. من المعروف عن الموز غناه بشكل خاص بالبوتاسيوم، والذي يلعب دورا هاما في خفض ضغط الدم وخفض فرص الإصابة بأمراض القلب عموما. وهو كذلك غني بالمغنيسيوم، إذ تحتوي كل حبة موز كبيرة على 37 ملغرام من المغنيسيوم، أي ما يقارب 9% من حاجاتك اليومية. كما أن الموز غني بفيتامين سي وفيتامين B6 والمنغنيز والألياف. للمغنيسيوم العديد من الفوائد والأدوار المهمة للجسم، منها 1- يدعم صحة العظام. المغنيسيوم مهم جدا لتشكيل العظام، فهو يساعد على امتصاص الكالسيوم في العظم، ويلعب دورا في تنشيط فيتامين د في الكليتين، والضروري أيضا لصحة العظام. كما ترتبط كمية المغنيسيوم المثلى عند الحد الطبيعي بزيادة كثافة العظام وتحسين تكوين العظام، وانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث. 2- فوائد المغنيسيوم لمرضى السكري. يلعب دورا مهما في استقلاب الكربوهيدرات والجلوكوز، لذا يمكن أن يمنع المغنيسيوم خطر الإصابة بمرض السكري. زيادة تناول المغنيسيوم تؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالسكري، حيث لكل 100 ملي جرام في اليوم زيادة في كمية المغنيسيوم إلى حد ما، ينخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 15% تقريبا. 3- ضروري لصحة القلب. يعد المغنيسيوم معدن ضروري للحفاظ على صحة العضلات بما في ذلك عضلة القلب، وإرسال الإشارات الكهربائية في الجسم. الأشخاص الذين يحصلون على أعلى نسبة من المغنيسيوم لديهم فرصة أقل بنسبة 58% للإصابة بتكلس الشرايين التاجية. يستخدم المغنيسيوم في بعض الأحيان كجزء من علاج قصور القلب الاحتقاني CHF، وذلك للحد من خطر عدم انتظام ضربات القلب أو ضربات القلب غير الطبيعية. أن المرضى الذين يستخدمون المغنيسيوم بعد فترة وجيزة من الإصابة بنوبة قلبية لديهم خطر أقل للوفاة. 4- تخفيف الصداع النصفي. يساعد المغنيسيوم في علاج الصداع النصفي أو تخفيفه. 5- تقليل أعراض متلازمة ما قبل الطمث، حيث يمكن أن يساعد تناول المغنيسيوم مع فيتامين B6 في تخفيض أعراض متلازمة ما قبل الطمث PMS، مثل الانتفاخ والأرق وتورم الساق وزيادة الوزن وألم الثدي. 6- تزيد من أداء التمارين الرياضية. يساعد المغنيسيوم على تحريك نسبة السكر في الدم إلى العضلات والتخلص من حمض اللاكتيك الذي يمكن أن يتراكم في العضلات أثناء ممارسة الرياضة ويسبب الألم. المكملات المغنيسيوم يمكن أن تعزز من أداء الرياضيين وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن. 7- يحارب الاكتئاب. حيث يلعب المغنيسيوم دورا فعالا في وظيفة الدماغ والمزاج، ويرتبط انخفاض مستويات المغنيسيوم في زيادة خطر الاكتئاب. لذلك فإن أخذ المغنيسيوم أو مكملاته يمكن أن يقلل من أعراض الاكتئاب لدى بعض الأشخاص. 8- خفض ضغط الدم. يساعد المغنيسيوم على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، ولكنه لا يؤثر على الأشخاص الذين لديهم مستوى ضغط دم طبيعي. 10- فوائد المغنيسيوم للجنس.
يرفع مستوى هرمون التستوستيرون، يزيد الخصوبة عند الرجال، يلعب دورا في تكوين الحيوانات المنوية، يدخل في تكوين العظام وتركيبة وقوة العضلات عند النساء، يدخل في تكوين هرمون الأستروجين. 11. حبوب المغنيسيوم للتنحيف. تقلل من احتباس السوائل والانتفاخات، تحفز الأنسولين الذي يقلل من نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى السمنة. أعراض نقص المغنيسيوم. يعرف نقص المغنيسيوم باسم هيبومغنيسيميا، وتتراوح أسبابه بين عدم كفاية المدخول الغذائي وفقدان المغنيسيوم من الجسم، كما يرتبط نقص المغنيسيوم بالعديد من المشاكل الصحية، تشمل تشنج العضلات، وذلك بسبب تدفق الكالسيوم بكمية كبيرة إلى الخلايا العصبية، الأمر الذي يتسبب في فرط تحفيز الخلايا العصبية في العضلات. الأمراض النفسية. يتسبب نقص المغنيسيوم في الإصابة ببعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والأرق، كما يتسبب نقص المغنيسيوم الحاد بالهذيان أو حتى الدخول في غيبوبة. هشاشة العظام. حيث يتسبب نقص المغنيسيوم في خفض مستويات الكالسيوم في الدم، والذي يعتبر عنصرا هاما في بناء العظام، كما يؤدي نقص المغنيسيوم أيضا إلى انخفاض كتلة العظام. ارتفاع ضغط الدم. حيث أثبتت بعض الدراسات أن نقص المغنيسيوم يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي قد يرفع من فرص الإصابة بأمراض القلب. اضطراب في ضربات القلب. يعتبر هذا من أكثر أعراض نقص المغنيسيوم خطورة، إذ قد يصاب الشخص بحالة من عدم انتظام ضربات القلب، والتي قد تتسبب ببعض الأمور مثل دوخة ودوار وانقطاع في النفس والإغماء. وفي بعض الحالات الحادة قد يتسبب عدم انتظام ضربات القلب بزيادة فرص الإصابة بفشل القلب أو النوبة القلبية. أعراض ارتفاع المغنيسيوم. أعراض ارتفاع المغنيسيوم تعرف حالة ارتفاع المغنيسيوم باسم هايبرمغنيسيمية، وتشير إلى وجود كمية زائدة من المغنيسيوم في الدم، ومن أعراضها يؤثر على الجهاز الهضمي. حيث أن من أول أعراض ارتفاع المغنيسيوم في الدم هو الإسهال، إضافة إلى أعراض أخرى تؤثر على الجهاز الهضمي، ومنها اضطراب في المعدة، القيء والغثيان، والتقلصات في البطن. يؤثر على القلب والأوعية الدموية، حيث أن زيادة كمية المغنيسيوم يمكن أن تزيد من تباطؤ معدل ضربات القلب أو تتسبب في عدم انتظام ضربات القلب. وفي حال تراكمت مستويات عالية جدا من المغنيسيوم في الدم، يؤدي ذلك إلى توقف القلب عن الضرب تماما، وتسمى السكتة القلبية. تلف الكلى. حيث تقوم الكلى بإزالة المغنيسيوم الزائد من الدم، ولكن في حال زيادة المغنيسيوم بكمية عالية جدا أو إصابة الكليتين بمرض معين، يؤدي ذلك إلى انخفاض قدرة الكلى على إزالة المغنيسيوم. شكرا على المشاهدة، بانتظار تعليقاتكم. إذا أعجبكم الفيديو اضغط لايك وشارك الفيديو مع أصدقائك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة.